مشاهدينا أنتقل الآن تحت هذا المنطلق مع ضيفي في الاستديو. أرحب فيك أستاذ الدكتور عبد الأمير الهندال، أستاذ التنمية الإدارية والإعلام التنموي. بداية أستاذ عبد الأمير، مفهوم الإعلام التنموي ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة. احنا نتكلم عن إعلام تنموي يركز في صميمه على الخطط التنموية للدول. نتكلم عن رؤى، استراتيجيات. هذه الرؤى والاستراتيجيات تحتاج لها إعلام يبرزها. مثلا قد تكون عندك خطط ولكن لا يوجد وعي بهذه الخطط أو لا يوجد إيمان في هذه الخطط، تحتاج إلى تسليط إعلام، إلى أنك أنت توعي هذا المجتمع. ومن ضمن أسس رقي المجتمعات هو الوعي، والوعي يأتي من الإعلام، الإعلام اللي فيه مصداقية، هذه المصداقية التي تركز على وجود هذه الرؤى والإيمان في هذه الرؤى عند المجتمع كله ككل. نعم، ونحن الآن أستاذ عبد الأمير ونحن نعيش هذه الأجواء الانتخابية، بالتأكيد الإعلام له دور كبير في نقل الصورة الحقيقية لديمقراطيتنا في الكويت. وسائل الإعلام الآن متعددة، من تلفاز، من إذاعة، من أيضا وسائل مرئية ومقروءة ومسموعة. صحيح. كيف ترى تعامل الوسائل الإعلامية مع هذا الحدث؟ والله احنا نشوف الحدث ابتداء من تفضلتي إلى الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد، الكل متفاعل، سواء الآن حتى الفرد المواطن يعتبر هو محطة متنقلة أو قناة متنقلة في صوته، في صورته، في نقلة لهذه الأحداث. وإحنا نعيش هذا العرس الديمقراطي اللي نطمح فيه حقيقة إلى تغيير الكثير بأن إحنا للأفضل. دائما إحنا نحاول أن نغير مسيرة الوتيرة أو الأمر التقليدي إلى ما هو أفضل، ما هو جديد في عالم يواكب الإعلام. قد تكون عندك خطط ولكن غير معلومة هذه الخطط، وقد يكون عندك شباب مغمورين لا يوجد لهم صوت. الآن هذا الصوت يرتفع مع وجود الإعلام التنموي، مع وجود تلفزيون الكويت، مع وجود محطات زميلة أخرى، مع وجود السوشيال ميديا أو الإعلام الجديد. نشوف العملية ما كانت حسب نطاق الكويت، الآن المركز الإعلامي على مستوى الخليج، على مستوى إقليم، الأمر تغير عما كان عليه في السابق. نعم. هذا الأمر يمكن يخلينا نكون تحت مسؤولية الكلمة، مسؤولية أي شيء يصدر من عندنا. الإعلام يراقبك، الإعلام قد يرفعك، قد تنتكس في كلمة لا يوجد فيها مصداقية. بالضبط. نعم. قد تكون أنت في كلمة تعتقد أنك أنت تستطيع أن تؤكد معلومة، ولكن هذه إذا كانت المعلومة مغلوطة أو لا يوجد فيها مصداقية ولا تصل إلى درجة اليقين، قد تنتكس العملية إذا تكون مغلوطة وتكون ضدك مو معك. نعم، حضرتك ذكرت وزارة الإعلام وتغطيتها لهذا. صحيح. الحدث قبل فترة أيضا كان هناك وسائل إعلام عربية وخليجية أتت إلى الكويت لتغطية هذا الحدث الانتخابي. كيف ترى تعامل أو التعاون بين وسائل الإعلام في دول المنطقة؟ والله أنا قاعد ألمس عن قرب، يعني وزملائنا في دول الخليج، وأنا أمس كنت معاهم بالمناسبة يعني في أمسية مع دول الخليج، إخواننا أشقائنا في الخليج، ومتفاعلين وحقيقة خلنا أقول لك ما يستغربون، ولكن يعني يتفائلون أن تكون تجربتنا الكويتية تنتقل إلى العديد من الدول وتكون في هذه الحرية، في هذه المساحة من العطاء والتصريح، أنك أنت عندك من أسس استقرار وجود الأمن والأمان، إذا إضافة لذلك حرية التعبير، حرية التعبير اللي أنت تستطيع أنت قاعدة تتكلم معهم بلهجة خليجية. نحن عندنا في برلمان في كل بيت الديوانية الكويتية التي نرى أنها تكون برلمان يصرح فيها الشخص، يتناول فيها مواضيع تخص ديرته وتنميته. ونشوف الشباب اللي انطلق من هذه الدواوين الآن يرشح نفسه، هذا الشاب اللي كان هو يمكن مواطن كان ناخب الآن مرشح. من وين انطلقت؟ من الديوانية. وهذا إرث كبير وتاريخ عريق احنا عشناه من المرحوم الشيخ عبد الله السالم، من تأسيس من الدستور إلى اليوم. احنا يعني ما أقول يغبطوننا عليه أشقائنا في الخليج على هذا
المستوى من وجود هذا البرلمان أو وجود العرس الديمقراطي الكويتي اللي قاعد نعيشه هذه الأيام. نعم، إذا ما الذي يميز الإعلام الكويتي عن الإعلام الخليجي أو العربي؟ يعني خاصة حضرتك جلست مع إعلاميين من من دول عربية ومن دول الخليج القادمين لتغطية هذا الحدث. صحيح. الإعلامي، ما الذي يميز إعلامنا عن غيره؟ إعلامنا يميز الشفافية، موجودين، ماكو شيء اسمه سر، يعني الأمور ما فيها أسرار. الآن ما تستطيع تخفي شيء وتقول لا يوجد أو عندي تحفظ على بعض الأمور. العملية صارت أصبحت في متناول الجميع، أصبحت مفتوحة، الفضاء المفتوح هذا اللي قاعد نشوفه في دول الخليج، السرعة في تناقل هذا الإعلام، السرعة في إيصال المعلومات. كذلك الإعلام يختلف عن الإعلان، الإعلان بالنون قد يكون، قد الإعلام لا يوجد فيه مصداقية، ولكن الإعلام وجود مصداقية، وجود خبر حقيقي. نشوف أن إحنا السبق اللي قاعد يصير عندنا مثلا في برامجكم الآن، أن يستقى منها المحطات الإذاعية أو التلفزة الأخرى تستقي من الإعلام الرسمي الكويتي اللي لا يخفي ما هو موجود. وقاعد الحلو أن جميع المرشحين بالتساوي في كل الدوائر يسلط الضوء عليهم. ما سبق هذا البرنامج كل إنسان أو كل مرشح كان يستطيع أن يتكلم أياً كان مشاربهم، أياً كانت متمنياتهم، أياً كانت أفكارهم، أنت تسلط عليه حتى لو كان أنت لا تتفق معه، ولكن تسلط الضوء عليه بحيث أنك أنت تعطي مساحة من الحرية للجميع. وهذا أعتقد يميز الكويت ويميزنا إحنا كإعلام. إحنا موجودين وأعرق تلفزيون، احنا قاعد نحتفل اعتقد بالتلفزيون مرور كم 55 عام تقريبا. نعم. بحدود، والاذاعه 60 عام. تتكلمين عن اعلام رائد في المنطقه، هذا الاعلام الرائد اللي يقود الفضائيات الاخرى اللي تستقي منه المعلومات.